السلام عليكم دكتور، أنا طالب على حسين سيد من ثانية عام صباحي، راح أبلش بالهومورك الثامن الجزء الأول. اختار فرونت بلين، اختار سنتر لاين، أبدأ بعمل خط لا تعيين. خط عدل للأعلى أيضا لا تعيين. أيضا خط من الأسفل بدون تحديد أبعاد. الآن أحدد الأبعاد اللي هي بالأسفل 55، والارتفاع 10، وأيضا الخط من الأسفل اللي هو 22، أيضا الخط من الأعلى 20، والارتفاع 3، أيضا الارتفاع 3. الآن تم تحديد الأبعاد، أبدأ بعمل ميرور، حدد الأجزاء، أيضا حدد كل الأجزاء. اختار الجهة الأخرى. الآن تم تحديد الأبعاد، وأمسح الخط الزائد. أيضا الآن أعمل على اكسترود. اختاره ببعد 56. اختار سكيتش المنطقة لعمل الدوائر. واخفي اخلي الخطوط. الان اعمل خط سنتر لاين. العمود اسوي الميرور. عمل الدوائر. الآن عن طريق الأوفسيت أحدد هذه الجهة اللي هي 47، وأيضا أوفسيت للخط بعد 20 من الأسفل والأعلى، وأحدد الخطوط أعملها سنتر لاين. سنتر لاين خطوط المساعدة. الآن أعمل على الدائر. أيضاً دائرة من الأسفل. حدد أبعاد الدوائر. اللي هي 8. أيضا الآن عن طريق الميرور حدد الدوائر لنقلها للجهة المقابلة.
نيكولاس كيج اختار الكات كات اكشتو اعمل على ثرو اوت. الان اعمل فلت للحراف بمقدار 4. واحدد الحراف. تم تحديد الحواف وعمل الجزء الأول أيضا عن طريق السيف أز أحفظ الجزء الأول بارت 1 بارت 1.